بلوي. شكرا سفاح الشمري. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم متابعينا في كل مكان، أسعد الله مساءكم وجميع أوقاتكم بكل خير. أحييكم في انطلاقة ثاني أشواطنا في هذا المساء واندفاعي وانطلاقاتي مسافة 6 كيلومترات للذلل الأصايل. انطلق شوط الحيل للمهجنات الأصايل، وهنالك سيارة بانتظار الفائز بالمركز الأول، بينما الجوائز النقدية القيمة للمراكز الأخرى من المركز الثاني إلى المركز العاشر. ينطلق هذا الشوط على بركة الله. ومقدمة الشوط من تتقدم مع العاصفة وهجنها، متقدمة نجدة مع المركز الأول. منطلقة نجدة في هذه اللحظات متسلحة بشعار العاصفة، متقدمة مع الواثق في التضمير حمد بن راشد بن حمد بن غدير، بينما المركز الثاني يتقدم الشعار الحمر، يتقدم الخطر مع المركز الثاني مع الفائز لهجن الرئاسة يقدمها في التضمير البروفيسور محمود بن محمد بن سالم الوهيبي في عملية التضمير. المركز الثالث يأتي دور مراسيل مع المركز الثالث بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، متقدم الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي في عملية التضمير. المركز الرابع الوصول من الوثبة، الوثبة مع المركز الرابع قادمة من ميدان الوثبة، متقدمة وواثبة في هذه اللحظات لهجن الرئاسة يقدمها بوسعيد. ينطلق الظافر علي بن جميل الوهيبي متابعا مضمرا ظافرا مع المركز الرابع. المركز الخامس تقدمت في هذه اللحظات الحذرة لهجن العاصفة المحذرة لكل المشاركين، منطلقا الواثق بثقة الكبار حمد بن راشد بن حمد بن غدير مع المركز الخامس. المركز السادس الوصول من الصميم مع المركز السادس، ولا الصميم الصميم نعم، مع المركز السادس لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان المضمر الجنتلمان أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي. المركز السابع القادمة بشعار هجنة الشحانية مع المركز السابع، متقدمة بتضمير العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي المقدم لولا. أوصلت في هذه اللحظات وولائها لهذا الشعار ومحبي هجنة الشحانية، وفي رصيدها المجسم الذهبي في ميدان المرموم. وصل العملاق ورموزه الذهبية تتكلم عن إنجازاته القوية المتكررة والمتواصلة. المركز الثامن الوصول من مرموقة مع المركز الثامن في هذه اللحظات لهجن الرئاسة، ويقدمها علي بن جميل الوهيبي مع المركز الثامن. ومع المركز التاسع أيضا متعبة لهجن الرئاسة، ولكن انضمت في هذه اللحظات بلشة، أوصلت لهجن الشحانية ورصيد أيضا عديد من الإنجازات يقدمها أيضا سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. يا بلشتكم من العملاق يتقدم مع المراكز القادمة بكل قوة، ولكن عودتنا إلى مقدمة الشوط.
العودة إلى المراكز الأولى لأرى الصراع الجميل، لأرى النزاع والانتصارات المتواصلة بين الشعارات القوية، لأتابع هجن العاصفة مع نجد وهجن الرئاسة متقدمة مع الفايز، الفايز ونجد من أجل الفوز والانتصار، ولكن نجد ما زالت مع المركز الأول لهجن العاصفة يقدمها أحد أكبر المضمرين وأخطرهم الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير، متقدم من جامعة مرغم لانتزاع الرموز، يتقدم الواثق في عملية التضمير، ولكن الظافر علي بن جميل الوهيبي بدأ يشكل الخطر، بدأ يتقدم مع الحمر لهجن الرئاسة القادمة بإنجازاتها القوية، ولكن المركز الثالث تابعوا من تحمل الرقم 3 كينج الأرقام، يصل مع 1200 مع الحذرة لهجن العاصفة، يقدمها الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير مع المركز الثالث، ولكن الكيل الأخير الكيل الخطير وهجن الرئاسة تقدم دائما المستحيل، والظافر علي بن جميل الوهيبي يغادر مع الحمر، ينطلق مع الخطر، وهجن العاصفة قادمة بكل قوة مع نجدة مع الحذرة اللي واصلة من المركز الثالث إلى المركز الثاني، ولكن الحمر ما زال هو المسيطر مع المركز الأول ومع الوثبة مع الاسم التاريخ الكبير، مع الوثبة 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 اللي امتلت بالسلامات، امتلت بالنواميس، امتلت بالذهب، الله يا الوثبة، الله الله يا الوثبة، وثبت الوثبة، وعلي بن جميل الوهيبي ينقل سلاماتنا للوثبة عامة، للوثبة وذكرياتها، للوثبة وإنجازاتها، الحمر الخطر هجن الرئاسة، هجن الإنجازات والانتصارات، والمضمر بوسعيد الظافر علي بن جميل الوهيبي، سلام من الله عليكم يا جماهير الرئاسة وهجنها على هذا الفوز والانتصار. صار المركز الثاني لهجن العاصفة، المركز الثالث أيضا لهجن العاصفة، المركز الرابع لهجن الشحانية مع بلشة، ولا مع المركز الخامس أيضا لهجن الشحانية. إذن متابعينا في كل مكان، هكذا هي النتيجة النهائية للخمس المراكز الأولى، الفائزة معنا في هذا المساء وخاطفة السيارة الوثبة ناقلة السلامات إلى ميدان الوثبة بتوقيت زمني مقداره 9 دقائق لحظة الوصول 3 ثواني و8 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الرئاسة، تهانينا لبوسعيد الظافر علي بن جميل الوهيبي على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني هجن العاصفة أتت مع الحذرة في المركز الثاني، وتهانينا للواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير، 9 دقائق 4 ثواني 4 أجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني، بينما المركز الثالث أيضا لهجن العاصفة، ونكرر الثانية والناموس للواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير، نجدة قاطعت مسافة 6 كيلومترات بتوقيت زمن مقداره 9 دقائق 10 ثواني وجزء 1 من الثانية، هكذا